عشان ارفع رجليه ارفع رجليه اوعى خلي هذا يصور ابعد عنه يا شباب في ناس مش لاقي هذه الوجبة كلها فمقابل الوجبة هذه دخلوا البحر وماتوا لأجل توفير وجبة الفطار لأبنائه. ولكن أطالب أحرار العالم أن تسعى وتضع كل جهدها إلى إرجاع طاقم الإنيروا للعمل في شمال قطاع غزة ولتأمين المساعدات، وليس بالطريقة الهمجية التي يقدموها لنا من السماء.